منها ما شاء الله ما اجي هذا القمار ما اجي. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الحمد وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، عظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم أينما كنتم، ونحن وأنتم في هذه الأجواء الحسينية العاشورائية التي ننقلها لكم عبر هذا التقرير من محافظة النجف الأشرف، ومن هذه المواكب التي تكاد تغص بها شوارع وأزقة النجف الأشرف. إذن تعالوا معي لننقل لكم عن كثب هذه الشعائر الحسينية في هذه المواكب في هذا التقرير الآتي. إش عندك بأرض المدينة باقية يا أهل وفية، يا أهل وفية، إش عندك باقية بأرض المدينة، إش عندك بأرض المدينة باقية يا أهل وفية، عن نهر عباس رادك تعتني بالغاضرية، أحسين بعد بالخيام يصبر بنت رقية، المن بداريك باقية وروحي لراحت عافية، مسحي لعين الثانية راد بيها يشوف خي، راد بيها يشوف خي غسلي عين بدمعة العين، خلي عاين وجهي لحسي، غسلي عين بدمعة العين، خلي عاين وجهي لحسين، ومن بعد ما تغسلين عينه سهم البعيد ما اجيتي قبل ليح للنهر يم الميامين ليل نهار سيدنا احكي لنا المشاهدين الكرام خي يعرفون ما طبيعة عملكم في هذا الموكب قافلة العشق الحسيني وهو تابع لشعراء ورواديد النجف الأشرف، كيف يعني استطعتم النصب هذا الموكب؟ ما شاء الله موكب كبير جدا، ويعني تشعر أنت كخادم أو أنت كزائر لهذا الموكب بأنه فخر وخدمة للإمام الحسين عليه السلام؟ طبعا موكبنا يعني ما أقدر أقول لك يتميز عن المواكب البقية بشيء، لكن اللي يميزه الأناقة والترتيب والتعب والجهد. يعني قبل 10 محرم احنا مجرد أن انتهت بيعة الغدير احنا بدأنا بالعمل بهذا الموكب، من تنظيم ومن إنارة ومن فريش ومن كهرباء ومن أن نطلع بأجمل صورة للمتلقي وللتصوير وللمعزين، هذا شيء نريده ينعكس، وأن يكون موكبنا يعني مثال لباقي المواكب حتى نبين مواكب الإمام الحسين بأناقته وبترتيبها إن شاء الله. لماذا نحيي ثورة عاشوراء في كل عام وفي كل هذه الأيام المتجددة؟ أنا أكو إتش مداخلة صغيرة، أعتقد أنت لو تهديني شيء ما أعرف شلون أرجع لك إياه، أو أظل محتار شلون أوفيك بهذا الشيء اللي تقدم لي إياه. ليش؟ لأن يقول إذا انهدت لك بقى تهديها جمل،
الإمام الحسين ضحى بعياله، ضحى بأخوانه، ضحى بأهل بيته، ضحى باسمه كإمام حسين ابن فاطمة الزهراء. فإحنا قليل بحقه أنه نحيي كل سنة، بل إحنا كل يوم عاشوراء، كل ساعة عدنا عاشوراء. ولو بدينا إحنا وينفسح لنا المجال لتبقى مواكب سيد الشهداء من أول يوم إلى 360 يوم، صدقني لو يعني ينفتح لنا المجال ويصير لنا إذن ليوميا مواكب سيد الشهداء. سميت القافلة بقافلة العشق الحسيني بما تحمل من هذه الكلمات الثلاثة، أنها عشق وحسيني، وهي قافلة توكلت على الله فتية آمنوا بربهم. نحن نقول من بعد كلام الله فتية آمنوا بالحسين، وهذا هو سفينة النجاة وأوسع سفينة إن شاء الله والجميع بها. ونسأل الله قبول الأعمال، ونسأل الله قضاء الحوائج إنا وإلكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. أحسنتم. قبل لا نسمع من عندك يعني حسب أنت رادود حسب ما سمعت يعني الأخوة قالوا لي، أسألك هذا السؤال أخ أبو أسد، لماذا أو ماذا أعطينا للإمام الحسين، وكيف نرضي الإمام الحسين عليه السلام بأعمالنا؟ أحسنت. نعطي وأعطينا ونعطي ونعطي للإمام الحسين ونحن مقصرين. إحنا هذا اللي نقدمه كل ما نقول إحنا قاعد نعطي للإمام الحسين، وإنما هي أمور عبادية واجبة. الإمام الحسين كنز، الإمام الحسين ثورة، الإمام الحسين كبرياء، عطاء. تنطيه بجهودك، تنطيه بمالك، تنطيه بأولادك، تنطيه بدمك، هو ينطيك أحلى وأجمل الأشياء في هذه الحياة. شكرا جزيلا لك أبو أسد، وإن شاء الله يا ربي الله يتقبل هذه الخدمة في ميزان حسناتكم. الله يحفظكم ويستر عليكم، ونشوفكم إن شاء الله كل سنة وكل عام في هذا المكان الطاهر وفي هذا المجلس، هو مجلس عزاء الإمام الحسين الذي هو في عيون الإمام الحجة. من المهر من طاح ابنيك انت ما شفتي يا امه، جفوف ما عند ابو فاضل بيها يتلقى رض دمه، صدره كل اسهام ابنك عالصدر وقعت بهمه، يم الوفاء سهام القدر بين الذي بصدره انكسر او بين الطلع من الظهر، من الضحايا وانكسر بالعين سهمه، وانكسر بالعين سهمه على الوجه من مهر من طاح. صور على الوجه من مهر من طاح، يا حسين من الألم صاح، على الوجه من مهر من طاح، يا حسين من الألم صاح، ورادك يا أم روح الحنينة سهم لبعين الطلعين، ما اجيتي قبل ليح للنهر يم الميامين ليل نهار. أبو نجم، ممكن تحدث السادة المشاهدين عن كيفية عمل هذا الموكب، ومن أي ساعة يفتح،
وما هي يعني الشعائر التي تقدم؟ يعني هل هناك محاضرات، قراءة قرآن مثلا، هناك رواديد مثلا، شعراء؟ ما هي النشاطات بصورة عامة التي يقدم هذا الموكب؟ تفضل أبو نجم. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم. صدق الله. بالنسبة لموكب شعراء ورواديد النجف الأشرف، يعني تقريبا احنا من 9 الصبح نحضر الطعام للزوار، نبدي الساعة بالستة العصر بتبريد الماي، العصائر، الفواكه، الكيك نقدر عليها، شاي، زعفران، وعندنا ما شاء الله ثلة من الشباب، أكثر من 150 شاب ما شاء الله. دائما هذا الموكب دائما يستقطب الشباب، لأن شبابنا بهذا الوقت هم أهم شيء وهم قاعدتنا. فالحمد لله والشكر نقوم بخدمة الزوار من الساعة بالستة للساعة بالثنتين بالليل على القنوات الفضائية. أن تواكب المواكب كقناة الإمام المهدي التي كانت سباقة ولا زالت بتابع المواكب الحسينية، وقلت لكم لهم جميل علينا خاص إحنا كموكب شعراء واد نجف، طلعنا بأيام كورونا كان أكواي أبواق تحكي ضد هاي السالفة، إلا قناة الإمام المهدي كانت هي المساندة الوحيدة لنا. فشكراً إلى القناة، وشكراً للمقيمين على القناة، وشكراً للمصورين ومرسلين القناة، وشكرا لكم من صميم القلب. لنا الفخر والاعتزاز أن نخدم في موكب سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين كرواديد وكشعراء خدمة الحسين. هذا الشيء ما ينوصف أستاذنا العزيز، أنه شيء روحاني بتتآلف القلوب بشغلة الإصلاح، بشغلة أنه القصيدة السياسية، القصيدة اللي تدفع الثقة عند الناس، الاطمئنان، المحبة، التآخي بين الناس، وهذا كله من فضل وبركات الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أغلب الناس شايفين الرادود أو الشاعر على المنصة أو على المنبر، يرتقي المنبر، لكن في هذا الموكب يشوفه يكنس، يشوفه يوزع شاي، يشوفه يخدم المعزين، فهذا اللي يميزنا عن باقي المواكب. كنا معكم وهذا التقرير الذي نقلناه لكم من موكب العشق الحسيني لشعراء ورواديد النجف الأشرف. إن شاء الله نلتقي بكم وتقارير أخرى، إلى ذلك الحين نستودعكم الله. أحسين يا أم البنين داوري العباس بعده حق من يرجع لزينب ولا شعر سودة وحده، حق من ينكسر ظهره هذا آخر أخو عنده، شافت شفوف مخضرة وبعين سهم النايبة، فقد أبو فاضل شيبة، فقد أبو فاضل شيبة، شلون شلون لخيامة يرد، شلون لخيام يريد حال راح بفقد عباس، حال راح بفقد عباس، مشي بعت رموشة والرأس يم الوفا، ورادج حسينة سهم البعين الطلعي ما اجيتي قبل ليح للنهر يم الميامين ليل نهار